شنو الانشغالات تاعك وشنو الانشغالات اللي تبعثهم من هنايا للسلطات المحلية؟ يا حناني واش نقول لك بقى؟ والله على طيحوا لي حوشي وداريني مستفيد، وتقابلتنا وسيبر في الاول الثاني قال لي راك مستفيد، قلت له علاش مستفيد؟ عطيتني 20 للوجمة وماهيش كافية، عطيتني 3 لوجمات ورا ما عطوهم لي داني نسكن فيهم، قال لي ما كانش، شنو ما كانش؟ وعطيتوني 20 صور دي واش درت بيها انا؟ هاليوم يوم شريت بيها حوش راه دي حاطني الترميم قال لي ما كانش، شوف عطيتوني 20 شريت بيها عبراني ساكن بيها وطايحة ما لقيتش عليها وين، ما درت حتى حية، هن ما نكسب حتى حية والو. ما استفدتش من الترميم الاخير هذا؟ والو 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 حي دمد والو ابدا، ما ديت حتى حي قاعد انا الاستفاده كلها ما طارت لي الكل، طايرنا طايرنا الحج المجاهدين ما طالي منهم، جاو الحوانيه المجاهدين ما طالي منهم، جات الكراريس عطاوني كرتها عمومي راه اتلاوح حتى الم... نقل نقل والله ما والله قاع ما قال عليها واعي دايرينها عموم جد وين هني ما كاش ما كاش حاجه تستفدنا منها، قالوا لي من الحمار كانوا نروح الحمام الشارف بطلوها قاع، قالوا اراضي دي فرقوها والو، انا ما سبت من حتى حي من دوله، الدوله ما سبت منها حتى حي والو، نقول قاع ما ناش مجاهدين والله نقول ما عندنا لا حق لا ولا ما نسعوا. مع انكم انتم اللي عقبت عليكم الثوره. ما كانش احنا ثوره وليناها احنا بس عدات ناس اخرى.